وفي التقرير التالي زي ما اتكلمنا عن نادي سموحه السكندري والفرق المصريه اللي شاركت في هذه البطوله، ايضا كان في مشاركه ايجابيه مميزه للفرق الليبيه في بلدهم الثاني مصر، فريق اساريا الليبي، فريق السواحلي الليبي، اهلي طرابلس. كانت فرق عديده بصراحه ظهرت بشكل جيد وادت مباريات كبيره جدا سواء امام النادي الاهلي او حتى امام الفرق الاخرى، وكانوا موجودين حتى في المراحل النهائيه من البطوله الافريقيه للكره الطائره رجال. التقرير التالي في عدد من اللقاءات مع رئيس بعثه فريق السواحلي الليبي ورئيس بعثه فريق اساريا الليبي والحكم الدولي الجزائري رضا بوزيدي. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. النادي الأهلي على تنظيم البطولة الأفريقية، يعني تو هذه السنة اللي فاتت والسنة هذه سنتين على التوالي، وإحنا كنا مشاركين فيهم الاثنين، يعني بصراحة تنظيم رائع، نشكرهم جدا جدا بارك الله فيهم. والحفل الختامي هذا من ضمن البروتوكول يعتبر من بتاع البطولة الأفريقية، لأن يعني يعتبر حفل تعارف ما بين النادي الأهلي وغير الأندية كلها يعني الموجودة هنا، فهي فكرة كويسة ونشكرهم على ضيافتهم لنا وبارك الله فيهم. هو كيف ما قلت انت يعني مصر بلدنا الثاني واحنا بنجي لها سواء بطولة وغير بطولة، والله مناطق كثيرة يعني الأهرامات، المتحف المصري، بحب أروح مثلا لمصر القديمة طلعت حرب، شوارع طلعت حرب بحبها أكثر من المولات والمناطق الجديدة، يعني بنجي للنيل بنتمشى على كوبري قصر النيل مثلا، نخرج من النادي الأهلي نمشي على رجلينا لغاية ميدان رمسية، ميدان تحرير وميدان طلعت حرب، والشوارع كلها يعني متفسح فيها، يعني ما في شيء مشاكل يعني. نشكر النادي الأهلي المصري على الاستضافة وعلى حسن التنظيم، ونشكر الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة على استضافة نادي أساريا الليبي. نادي أساريا الليبي طبعا نادي حديث ونادي صاعد جديد، تأسس في سنة 2012 والحمد لله هذه ثاني مشاركة أفريقية على مستوى القارة. حقيقة النادي الأهلي بالنسبة لتنظيم البطولة وتنظيم من حيث القاعات ومن حيث الجداول والتنقل والإقامة حقيقة كان في المستوى وكان في الموعد. اليوم نحن موجودين كفارقة كقارة لتوطيد العلاقات حقيقة بادرة طيبة، نتمناها أن تكون على جميع الأصعدة وعلى جميع الألعاب الرياضية إن شاء الله. حقيقة نحن ما نشعروش بأنها بلدنا الثاني، نشعر بأنها بلدنا الأولى حقيقة. يعني أنا سبق وأن زرت مصر في السابق أكثر من مرة، تعاملنا في الشارع، تعاملنا مع الناس، تعاملنا في وسائل المواصلات من تاكسيات، تعاملنا في المطاعم، تعاملنا مع الريسبشن، تعاملنا في حقيقة لم نجد أي صعاب، لم نجد أي تمييز، لم نجد ان نحن ليبيين حقيقة، بالعكس وجدنا نحن انفسنا من اهل مصر والناس اهل البلد هم الضيوف عندنا حقيقة. يعني طبعا النيل كل يوم نمر عليه يعني وهذا اعطانا انطباع كويس. زرنا الاهرامات في السابق، طبعا لما نقول مصر معناها نقول الاهرامات، يعني كل بلد ولها معالمها زي برج ايفل في فرنسا وغيره وغيره، أول ما تقول مصر بيجي أول حاجة في دماغك الأهرامات. يعني زرنا الأهرامات، زرنا قلعة صلاح الدين في السابق، عدة أماكن أثرية يعني حقيقة. تعمق كل العلاقات مع الأندية ومع الحكام، لأنه إحنا حكام كمان، وتعمق العلاقة هذه مع الأندية، مع الحكام، مع الفرق، مع الدول، والرياضة هذه هي أصل الرياضة، هو هذا هو تعميق العلاقات الممتازة والفريندلي ريليشنشيب. أولا لازمنا نعرفوا لما نقولوا النادي الأهلي اسم معروف إفريقيين، اسم معروف عالميين، وبالتالي تنظيم دورة مثل هذه ما هيش هذه هي اللي راح تكون ثقيلة أو صعبة على النادي الأهلي، وبالتالي النادي الأهلي خبرة في تنظيم هذه الدورات واسمه يتكلم عليها، يعني مش ما فيش داعي احنا نقوله. انا بالنسبه لي هذه خامس مره نكون في مصر، وكل مره نكون سعيد واسعد، ونتمنى اني نرجع المره الجايه ان شاء الله.